عصف نظام الملال الإيراني بدول محور المقاومة سوريا ولبنان والعراق، حتى عانت تلك البلاد من ويلات السير خلف نظام إيران. فارتكب نظام الملال أخطاء كبرى في تدخله المباشر في سياسات سوريا ولبنان والعراق، حتى أصبحت فريسة لشبح الانقسام والطائفية. ففي لبنان نجح حزب الله في توريط لبنان في أزمات إقليمية ودولية، لعل آخرها عدم موافقة صندوق النقد الدولي على اقتراض لبنان نظراً لسيطرة إيران على حكومة حسان دياب. وبسبب فساد حزب الله زادت حدة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، ما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة رواتبهم. وبذلك أصبح لبنان مقبلاً على مجاعة كبرى قد تزيد من أعباء وأزمات اللبنانيين جراء سياسات العميل الإيراني لديهم حزب الله. أما سوريا فهي أكثر الدول التي تحملت تحكم نظام الملال في إدارة شؤون سوريا، والتي كانت آخر عواقبها تطبيق قانون قيصر الذي تسبب في أزمة حقيقية للبلاد. ودقت منظمات إغاثية ناقوس الإنذار بشأن مجاعة كبرى قد تعصف بملايين السوريين في ظل الأزمات الأخرى التي تحاصر السوريين. أما في العراق فيحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قطع أيادي إيران بالعراق، والتي كانت بدايتها اعتقال عدد من قيادات كتائب حزب الله العراقي. وبذلك لا يزال يحاول الكاظمي استعادة دور العراق وهيبته القوية بانفكاكه عن إيران وإفشال استمرار سيطرة أحزابها على العراق. فهل يسير لبنان وسوريا على نهج العراق، أم سيظل نظام الملال متسبباً في زيادة أزماتهم وتعميقها؟